السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع مستر ماشي. هو بياخد صورة 2D ويبدأ يحولها لك ل3D، وبعد كده تقدر تدخلها على 3D ماكس أو تدخلها على أي برنامج من البرامج زي بلندر وهكذا. طيب ممكن نقول له مثلا إيه، إحنا عايزين نختار خلفية وليكن مثلا، مفيش مشكلة خلفية. طيب وعايز بقى احط بقى صورة، وريكم مثلا ديت. تمام درو، هبدأ ارسم انا بقى ايه الحاجة اللي انا عايزها، وريكم مثلا بالشكل دوت. تمام طيب بعد كده بقول له انفليت، بيعملها لي بالشكل دوت. طيب انيميشن، هبدأ بقى احدد النقطة اللي انا عايز اتحرك. هدوس على علامة التسجيل واقول له النقطة دي، واقول له النقطة دي عايز اتحرك من هنا لهنا. تمام طيب اقول له بقى سجل لي، احنا عايزين نضيف نقطة كمان. اقول له النقطة مثلا من هنا، اقول له سجل لي ان دي هترجع مثلا لكده. فيدي حركة، وممكن تحط مثلا أي حاجة تتحرك وهكذا. تمام ممكن أنت من غير ما تحط صورة تبدأ أنت ترسم الحاجة اللي أنت عايزها، وبعد كده تبدأ تسيفها. ممكن تسيفها ك GITF أو تسيفها ك Objects OBG، وطبعا ال OBG يقدر يدخل على أي برامج من برامج الحركة. فأنت ممكن يبقى في حيوان معين تدخله وتديله حركة وتتحوله من 2D ل 3D وهكذا.